يعني تحب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب؟ سلامتك يا بيبو، وان شاء الله تبقى في احسن حال. انت محترم وجدع، وطول عمرنا عشرة وكل حاجة كويسة فيك. ويعني انا برضك انا زملكاوي، خلي بالك، لكن انا عشيرت الخطيب، احنا في مدرسة واحدة في عنبر واحد. لا، ودربتوا منتخب مصر مع بعض؟ طبعا طبعا طبعا، يعني انا بقول قبل المنتخب، قبل ما نلعب احنا كنا في مدرسه واحده. طبعا ويعني وعلاقتنا ببعض جيده جدا، محترمه جدا. وانا يعني بقول لهم يعني انت كبير ورئيس نادي كبير، ونادي الزمالك نادي كبير، وكل الناس اللي في نادي الزمالك ناس كبيره ومحترمه. دي حاجه وعدت، ونبص لقدام دايما، ندور رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الاهلي يدور ان العلاقه ما بتكون بين رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك كويسه، الكوره والجماهير وكله بيبقى منضبط. وانا شايف لو نرجع شويه ل 10 20 سنه فاتوا، 15 سنه، شوف كابتن حسن حلمي وكابتن صالح سليم، الفريق مرتجي مثلا وحسن عامر، الدكتور كمال درويش، ومثلا لو نتكلم على حسن حمدي، طول ما العلاقات دي بين رؤساء الانديه على مستوى عالي، وهم يبقوا نموذج للجماهير ونموذج للعيبه ونموذج للاداره، انا شايف ان ممكن هيبقى في الفتره الجايه نجاح للكره المصريه ان شاء الله، واستقرار للكره المصريه. وده اهم حاجه، ان البلد محتاجه الاستقرار. الاستقرار 90% من الشعب المصري بيحب الكوره، فطول ما الكوره مستقره والجماهير مستقره، البلد ان شاء الله هتكون مستقره، والبلد الحمد لله مستقره وفيها كل الخير وكل حاجه جميله فيها. ملك النصر.